معركة توحيد الصفوف من درعة مهد الثورة أبطال الجيش الحر الآن على أهبة تامة بإذن الله تعالى لدك مركز الأغار التابع للواء 61 والمساكن العسكرية. هذه دبابات الجيش الحر والعربات التجارية ستكون في المطار في هذا النظام الذي طغى على أهلنا المدنيين الأحرار بالقصف المستمر. ستكون معركة حامية المقيس. أبطالنا سيقدمون بإذن الله تعالى ملحمة بطولية حتى ننتصر على هذا النظام ونسقطه في أرض حوران الأبية في مدينة طبس. بإذن الله تعالى أبطالنا سيقدمون